Thank you.
بها القيم لله وعالجها انسانها فاليها راح ينتسبون من كل سابر اغوار يبدد ما يلي الشفق او تاتي به القيم بلغ حياتها واعطاها كرامتها فما استخف بها عجز ولا رهب منازل بطفل كيف زلزلها وكيف رواجها من طيبها شر وكيف فض ابن رشد في تنقله خصم الغيوب ولم ينهب به تعب مواكب من هبات شاء واهبها الا يكون لها في المخرج محتسب سابوا جياعا وما عفوا وما حسبوا
فكان ما زيده منها وما نسخه، وكان ما شيده منها وما نهبه، واطلقوا البغي في اعقابها فهوت، ونفحوا انفاسه في جدرها ذهبوا.
نفسها بعصار الشمس لا تصل. وفي مرغاوه كان متلاقي باحلام المحبه والعناق وشوق المؤمنين اذا ما داعوا لنصر الحق جاءوا في سباق. فعادت ذكريات المجد تبرى معطره بانسان رقاق بطارق وابن تشفين وشعب يشق البحر ساعه الانطلاق بمعركه المخازن يوم حزنا وكان الروح قد بلغ التراقي. الحمد لله ما أفاد عنه.